في مجموعة الفيديوز هاي راح أحكي عن الباور فاكتور. الباور فاكتور موضوع مهم في الباور إلكترونيكس. أول مرة مر عليكم الباور فاكتور بيكون في السيركتس، وعادة في السيركتس كنا نحكي هناك عن لينير لودز. تعريف اللينير لود هو اللود اللي إذا حطيت عليه ساينوسويدال فولتج بيسحب ساينوسويدال كرنت. غالبية اللودز اللينير لودز اللي احنا بنعرفها ريزيستيف اندكتيف كاباسيتيف أو خليط من الريزيستيف واندكتيف كاباسيتيف، بنسميها لينير لانه اذا عرضتها او حطيت عبرها ساينوسويدال فولتج بتسحب ساينوسويدال كرنت، بيور ساينوسويدال كرنت بنفس الفريكونسي بالضبط. فاذا كان الفولتج 50 هرتز بتسحب كرنت في مقدار 50 هرتز، والاختلاف انه في فيز انجل بتكون بين الفولتج والكرنت حسب طبيعه اللود. اندكتيف بتكون بيكون الكرنت لاجينج، او كاباسيتيف بيكون الكرنت ليدنج، او ريزيستيف بيكون ان فيز الكرنت والفولتج. هذا المثال مثال بسيط في البداية نبدأ فيه. بنحكي عن الباور فاكتور التقليدي اللي السبب الوحيد وجود باور فاكتور هو الزاوية، الزاوية ما بين الكرنت والفولتج، ولذلك بنعبر عنه بديسبليسمنت. ديسبليسمنت يعني معناها إزاحة أو مسافة، إزاحة بين اثنين. فلذلك نقول ديسبليسمنت باور فاكتور أو ديسبليسمنت فاكتور هو سببه هو الزاوية بس ما بين الفولتج والكرنت. الفولتج والكرنت لهم نفس الفريكونسي، والتنين ساينوسويدال، الفولتج ساينوسويدال والكرنت ساينوسويدال. في الحالة هاي بنحكي عن أبسط أنواع الباور فاكتور اللي هو سببه بس الديسبليسمنت. ففي الحالة هاي أنا أخذت هون 310 فولت بيك، يعني حوالي 220 فولت ار ام اس سورس ساينوسويدال على 50 هرتز. حطيت هون فولتج ميجرمنت على الفولتج تبع السبلاي، وكرنت ميجرمنت على الكرنت اللي بنسحبه من السبلاي، وهذا هلا جاي في اللود. ما فيش عندي باور الكترونيك سيركتس هون. اللود هذا زاويته تقريبا 47.7 بالعشرة، لاني اخذت هون عندي هون 1 اوم وعندي 3.5 ملي هنري. اذا حسبت ال 3.5 ملي هنري حسب الحسابات الموجوده هون، 3.5 ملي هنري على 50 هرتز عندي 2 باي اف ال او اوميجا ال. 2 باي اف ال في الحاله هاي بحسب الزاويه تبعتها مع 1 اوم هون راح تعطيني زاويه تقريبا مقدارها 47.7 بالعشرة درجه. اذا اخذت كوساين هاي الزاويه بعطيني 0.673 لاجين. معناها هون واضح انه الباور فاكتور السبب الوحيد هو وجود اندكتيف لود، والزاويه 47.7 بالعشرة لاجينج، ولذلك الباور فاكتور راح يكون 0.63. شو يعني 0.63؟ معناها انه الريل باور، الريل باور اللي بيعملها ديليفري هذا السورس، الريل باور اللي بعطيني اياها السورس مقسومه على الابارنت باور اللي بعطيني اياها السورس هي 0.673. والابارنت باور هي عباره عن في سبلاي ار ام اس في اي سبلاي ار ام اس. ولذلك انا حسبتها بطريقه ثانيه هون حتى نشوفها بشكل مختلف. اخذت الفولتج اللي موجود هون، والفولتج هذا ضربته انستنتينيوس برودكت، ضربته بالكرنت، فضربت الكرنت بالفولتج. هي اشاره الكرنت، ضربتها باشاره الفولتج انستنتينيوس، يعني في كل ثانيه او بكل جزء من الثانيه عم بضربهم الاثنين من بعضها لما نشوف شكل الويف فورم كيف بيطلع. وبعدين اخذت المين، هذا هو تعريف الباور، هذا هو تعريف الريل باور، اني بضرب الفولتج في الكرنت في كل لحظه من اللحظات، وبعدين بجمعهم كلهم باخذ الافرج. الافرج على فتره، على فتره السايكل بيكون هو الريل باور ان واتس اللي عمالنا بسحبوا اللود او اللي عمال زودنا اياه السبلاي. واذا طلعنا هلا خلينا نعمل رن لهي. وهون انا عرضته هذا المين فاليو هون عرضته، فهذا عماله بعطيني الباور. لاحظوا المين لازم اعمل له افرجينج على 1 على 50 هرتز، لازم اعرف الفريكونسي موجوده هون. ولما باخذ المين، المين لازم يكون، لازم اكون حاكي له ايش البيريود اللي بعمل عليه افرجينج. انا ما حطيتها 0.02، حطيتها 1 على 50 عشان اللي بتطلع عليها يكون واضح له انه عمالي بحكي عن فريكونسي اوف 50 هرتز. اذا بنطلع هلا هون على الويف فورمز اللي طلعت معي، انا مدخل هون الكرنت والفولتج، واضح انه التنين ساينوسويدال، التنين انهم نفس الفريكونسي، الشيء الوحيد بينهم هو في فيز شيفت. والشانل الاولى هي الفولتج، اظن هون اذا طلعنا الشانل الاولى هي الفولتج فعلا، ولذلك هي اللون الاصفر، والماجنتا هي الكرنت، ولذلك عندي هي الزيرو كروسنج تبعت الفولتج، بعدها بحوالي 47 درجه كرنت لاجينج باي 47.7 ديجريز. اذا السبب الوحيد هون للباور فاكتور هو ديسبليسمنت، ازاحه ما بين اثنين، وكوساين الزاوية هاي بيكون هو قيمة الباور فاكتور. هلا إذا اجينا اطلعنا هون على
حاصل ضرب ال VRMS مع ال IRMS هذه ال apparent power. فهون ال apparent power هي حاصل ضرب بس بضرب IRMS في VRMS. فهنا طلعت ال RMS تبعت هاي السيجنال واخذت ال RMS تبعت هذا السيجنال من هون الروت مين سكوير. طبعا انا كان بامكاني اذا بدي بس حتى اطلع ال RMS اقسم البيك على جذر الاثنين، لكن انا هون اخترت اني استعمل RMS. ونفس الشيء ال RMS لازم اقول له الفاندمنتال فريكونسي تبعت السيجنال، ونفس الشيء هون لازم اعطيه الفاندمنتال فريكونسي تبعت السيجنال حتى يحسب الروت مين سكوير. بضرب التو روت مين سكويرز هذا بعطيني الابارنت باور اللي احنا احيانا بنرمز لها بالرمز S، واللي وحدتها فولت امبيرز في اس. الريل باور الوحده تبعت الرمز تبعها بي، والوحده تبعتها واتس. هلا بقسمتي بهذا الرقم على هذا الرقم اذا بقسمهم الاثنين على بعض بيطلع معي برضه كمان نفس الجواب اللي هو 0.673، اللي باكد انه الريل باور هي انا حسبتها حساب هون من البلوكس اللي موجوده هون، وحسبت الابيرنت باور من البلوكس اللي موجوده هون، قسمت هذا الرقم على هذا الرقم اللي هو 21750 على 32330، اعطاني نفس القيمه اللي هي كوساين اللود اللي موجود هون. فهون ما في عندي باور الكترونيك سيركتس، فالسبب الوحيد للباور فاكتور هو الديسبيسمنت ما بين الكرنت والفولتج واللي هو 0.673. نلقي نظره هون على ال بنلاحظ هون هي عندي عمالي بطلع انا على الريل باور، الريل باور هون وهي الابارنت. هون في عندي ترانزينتس في البدايه، بهمل الترانزينتس بخلي السيستم لا يوصل للستيدي ستيت. واضح انه هدول الاثنين وصلوا لقيمه ستيدي ستيت فاليو تبعهم تبع الريل باور والابارنت باور. واذا قسمت الريل باور على الابارنت باور عمالي بعطيني الباور فاكتور في الحاله هاي.